بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعي هالأسبوع عنوانه غيرة الأم. طبعا كلامي على فئة من الأمهات اللي فيهم هذا المرض، ومو كلهم، والحمد لله أن أمي مو منهم، ولا كان حالتي حالة. للأسف وايد أمهات عندهم مرض الغيرة على ولدها من زوجته، وصلوا مرحلة أنها قامت تتحكم في لبس الزوجة، قامت تتحكم بشنو يشتري لها، وين يروحون وين يردون. حتى للأسف في بعض السفرات اللي يخططون لها الزوجين عشان يسافرون مع بعض أوروبا تركيا سياحة، تقوم الأم وتدرعم بينهم أبي أسافر وياكم. يعني سفرات العمرة والحج ما قلنا شيء، لكن سياحة يعني خليهم. صحيح أن الدين والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بطاعة الأم ووصى عليها، لكن الأمومة ما تعطي مبرر أنها تهدم حياة ولدها الزوجية بسبب غيرتها. والحمد لله أن الدين قال لا يعتبر عقوق أنك أنت تمشي وراء غيرة أمك العمية اللي ممكن تهدم بيتك. وأحب أوجه نصيحة للزوج، ترى أنت عنصر مهم في المشكلة. إذا أمك عندها مرض الغيرة، فهمها أن هذه هي دائرة الحياة. أنا أتزوج وولدي يتزوج ويستقل مثل ما أنت يا يمة تزوجتي واستقليتي بحياتك. وحاول أنك تكلم أمك بالسياسة، ولا تقول لها كل شيء. إذا كانت هي مسكينة تحتر ولا تغار، مو أي شيء تقوله لها. وأحب أختم كلامي وأقول حق الأم وساعات خوات الولد، ولدكم الكتكوت النونو كبر وتزوج وصار عنده بيت وزوجة، وزوجته هذه لها حق فيه وبقلبه وبحبه وفلوسه ووقته وسفراته. إذا أنتم بتغارون عليه لا تزوجونه، خللوه، يعني سوي أشار، لكن لا تبلشوا البنت الأوادم وياكم. أنا بمشاء أنا سيدة هذا البيت، سيدة هذا البيت. أنا بمشاء أنا في الزولي لمرت، في الزولي لمرت. الكل يسكت ليه مني تحجيت، والكل يرجف.